الفيحاء يفسد فرحة الهلال بتقديم الأسطورة نيمار، انتهت المباراة بالتعادل 1-1، تعادل بطعم الفوز للفيحاء وتعادل أكيد بطعم الخسارة للهلال اللي قدم مباراة رائعة وكبيرة جدا وحاول بشتى الطرق وبكل الطرق انه يفوز، خاصة في الدقائق الأخيرة في آخر ربع ساعة تحديدا، لكن الله ما كتب له التوفيق وانتهت المباراة بالتعادل. الهدف الأول الرائع الخرافي الأسطوري السينمائي، أنا أشوف أن أفضل هدف في الدوري إلى الآن سجله الفيحاء اللي بادر بالتسجيل في أول ربع ساعة من المباراة، هدف جميل من زاوية مستحيلة، زاوية مش معقولة الصراحة، تمكنوا من التسجيل الفيحاء. بعد ذلك ما صار 3 دقائق 4 دقائق بالكثير، تعادلوا الهلالية عن طريق الحمدان اللي ضيعها من أول مرة، لكن سجل ثاني مرة الحمدان بوجود نيمار من المدرجات، قال له شوف يا نيمار أنا سجلت في هذه المباراة. انتهت المباراة 1-1، وسبق المباراة طبعا تقديم نيمار تقديم رائع أكثر من رائع، حفل جبار، حضور جماهيري مهيب مخيف، أكثر من 60,000 تقريبا الحاضرين أو حول 60,000، شيء مش طبيعي صراحة. نيمار مستانس، الكل مستانس بهذه الصفقة الرائعة والأكثر من رائعة، نيمار خذ لفة على الملعب، حي اللاعبين، الأطفال كانوا مستانسين، كان حفل استقبال الصراحة رائع بمعنى الكلمة، وما كان ينقص إلا فوز الهلال. لكن الفيحاء قال لا يا حبيبي لن أكون بوابة سهلة للهلال عشان تمرون من خلالي أبدا، نتعادل معهم، بل في فترات مختلفة من المباراة كان الفيحاء أقرب للفوز، ومثل ما قلت لكم في الدقائق الأخيرة من المباراة ولعوها الهلالية، لكن ما الله كتب لهم الفوز. أقول مبروك لمين؟ أقول هارد لك لمين؟ بقول مبروك للفيحاء، بقول هارد لك للهلال، ولا العكس؟ توقعت التعادل عزيزي المشاهد ولا توقعت فوز الهلال دام انه حفل استقبال؟ كلمة محبة وتقدير واحترام لجمهور نادي الهلال هذا العظيم الرائع، التيفو الصراحة مش معقول، خرافي أسطوري رائع، كيف سويتوه؟ الله يعطيكم الصحة والعافية، شيء جميل وأكثر من جميل. طائرات الدرون اللي في السماء كانت رائعة وأكثر من رائعة، كل شيء كان جميل وما كان ينقص الهلالية إلا الفوز. هارد لك ومبروك للفيحة ومبروك للهلال، مباراة جميلة استمتعنا فيها بكل أمانة ومصداقية. توقعت التعادل عزيزي المشاهد ولا توقعت فوز الهلال، أم أن البعض توقعوا فوز الفيحة؟ طارت الطيور برزاقها وانتهت المباراة بالتعادل. اللي في صدارة ترتيب الدوري الآن هل الغربية الاتحاد والأهلي والاتفاق معاهم من الشرقية بعد كذلك في الصدارة كل واحد بست نقاط، أما بالنسبة للهلال 4 نقاط والنصر يا عيني ولا نقطة إلى الآن. بالتوفيق للجميع يا رب العالمين، ولا تنسوني من اللايك والفولو. هارد لك هارد لك، الحمد لله على كل حال. تعادل طبعا المفروض أنه بطعم هزيمة، لكن لاعبين ترى ما سووا شيء، يعني فريق غثيث مثل هذا المفروض مكانه صراحة مو في دوري المحترفين، من جد غثيث وبثر يدافع ب 11 لاعب. هارد لك يا زعماء، أحلى ما في الموضوع نيمار والله، هو اللي مهون علينا، لأنه تعادل نقطتين في مباراة مثل كذا، يعني أنتوا متى بتلعبون زي الناس؟ ها ما أدري. الحمد لله على كل حال، القادم أفضل، تونا بداية الموسم، شدوا حيلكم وبطلوا ذا الحركات، ها بطلوها.